ضروري ما تكون خارج شي نهار وشفتي اللوغو ديال وحده من هاد المؤسسات وما عرفتيش ديال علاش. السلام عليكم، معكم سفيان من موقع اكتشف عقلك. اليوم راه نهضروا على مؤسسات القروض الصغرى، كيف تدوز كونكور ديالها بسهوله، وليميسيون اللي عندك مع السالير اللي تاخذ كل شهر. باختصار، التمويل الاصغر هو داك الكريدي اللي كيتعطى الناس اللي ما يقدروش ياخذوا كريدي من البنك. وفي المغرب حسب القانون رقم 1897 فهذا القرض ممكن يتجاوز 50,000 درهم، وكينقسم لعدة أنواع بحال القرض الفردي والتضامني والقراوي، وهاد الأسماء كتختلف من مؤسسة لأخرى. وباش تخدم في هاد المؤسسات عندك جوج طرق، أولا تقدر تدفع عليهم في الستيتواب ديالهم، أولا تمشي للسياج أولا لاديريكسيون ديالهم وتدفع السيفي ديالك بيديك. أما بالنسبة للمتطلبات فكيطلبوا الباك بلس دو فما فوق، الدروا أولا ليكونومي أولا ديبلوم ديال تكنيسيان سبيسياليزي ولا شي حاجة كتعادل هادشي. ديسكريبشن غادي تلقاو النوامر وليزادريس والسيت ويب ديال هاد الشركات، وكذلك كاع الشركات المغربيه وليزادريس ديالهم والنوامر ديالهم. بالنسبه للامتحان كيكون فيه الكتابي والشفوي. بالنسبه للكتابي كيكون ساهل، فقط كيعطيك واحد الموضوع عام كتكتب فيه اما بالعربيه اولا بالفرنسيه على حساب التخصص ديالك. اما بالنسبه للشفوي خاصك تكون عارف شي حاجه على الميكرو كريدي، بحال التعريف ديالو، انواع القروض اللي كاينين، وشكون هما الناس اللي يقدروا يستافدوا منه. بالنسبة للتعريف قلنا من قبل ان الميكرو كريدي هو داك القرض اللي كتعطى الناس اللي ما يقدروش ياخذوا واحد الكريدي من البنك، وعندهم مشروع وباغين يديفلوبيو اولا عاد باغين يديروا مشروع اولا على الاقل كيديروا شي عمل مدير للدخل، كيتسموا هاد الناس بليزاجير. بالنسبة لانواع القروض فهي نفس الانواع عند كل مؤسسات، فقط كتختلف سميه من المؤسسة الاخرى. ناخذ على سبيل المثال مؤسسة توفيق القروض الصغرى، النوع الاول هو القرض الفردي واللي كيكون ما بين 7000 درهم و 50000 درهم. من الشروط ديالو خاص يكون المستفيد عنده لوكال بروفيسيونيل، اي عنده واحد الحانوت اولا شي حاجه بحال هكا. النوع الثاني هو القرض بالتضامن، بالمعنى ديالو ان الشخص الا ما كتوفر فيه الشروط باش ياخذ القرض الفردي، هي انه خاصو ياخذ مع مجموعه اللي تقدر تكون من جوج ثلاثه اولا اربعه الناس. هادو هما اهم الانواع اللي خاصك تعرف. وكذلك كاين القرض القراوي واصلاح السكن والتجهيز الحرفي وسلف التعاونيه. بالنسبة لليميسيون ديالك فهي لا تعد ولا تحصى، بطبيعة الحال بعد ما كتولي اختصاصي في فوتوكوبية ما تستاج. اولا كيخصك دير البروسبكسيون، اي تخرج تقلب على الكليان، او بمعنى اخر كأنك كدير واحد البيبليكاسيون لهاد المؤسسات. وهاد القضية نورمالمون تقدر ديرها جوج مرات في الشهر اولا غير مرة اولا تقدر ما ديرهاش نهائيا على حساب الخدامة اللي معاك. ثانيا كتكون فلاكوي، يعني كتستقبل الكليان اللي باغي ياخد كريدي وكدير ليه لانسكريبسيون في السيت. من بعد كدير فورماسيون دباز في واحد لاصال، اي كتشرح الكليان شنو هو الميكرو كريدي وشنو هما الانواع ديال الكريديت اللي يقدر يستافد منهم. مباشره من هادشي كدير فيزيت لوكال بروفيسيونال، هي انك كتمشي تشوف الكليان فين ساكن، واش كاري، واش دارو ولا لا، واش بصح عنده الحانوت اولا غير كيكذب عليك في داك المعلومات اللي قال لك. من بعد ما كدير فيزيت كتكمل لانسكريبسيون في السيت وكتعمر للكليان الدوسي باش تخرج لي واحد الكونطرا فيها المبلغ اللي غياخد وشحال الطريطه اللي غيبقى يخلص. قبل ما كتعطيه الكونطرا يمشي غاليزا كدير ليه لا روميز، اي كتشرح ليه شنو كاين في هذا الكونطرا وشنو الاجراءات القانونيه اللي غادي يتبعوا الا ما خلص. وفي كل مؤسسه كيكون عندهم يوم محدد اللي كيجيو الناس يخلصوا فيه الطريطات ديالهم، هذا النهار كيتسمى لو جور دو رومبورسمون، اي كتبقى النهار كامل في البيرو ديالك وكتخلص من عند الناس وكترجع لهم الصرف وكتعطيهم الروسي، وفي نفس الوقت كتعيط في التليفون على الناس اللي تعطل. بعد ما كيسالي الخلاص خصك تحسب لاكاس ديالك شحال فيها ديال الفلوس، ونفس المبلغ اللي خصك تلقاه ولا يكون في الطوطال ديال لي روسي اللي عندك. الا لقيتي شي حاجه زايده يعني راك ضيعتي شي كليان ولا رجعتي ليه الصرف ناقص، ولا كان العكس لقيتي عندك شي حاجه ناقصه يعني راه ضيعك شي كليان، وفي هذه الحاله خصك تخلص داكشي اللي ناقص من جيبك. بعد ما كتسالي من هذا الحساب خصك تمشي لابونك باش دير الفيرزمون دوك الفلوس. واخر حاجه هي الريكوفرومو اولا ريكوبيراسيون، اللي هي في حاله الا شي واحد تعطل اولا ما بغاش يخلص خصك تخرج تقلب عليه باش ما كانش تمشي لدارو اولا تمشي تقلب عليه في السوق، المهم هو انك خصك تلقاه وتجيب الفلوس ديال الطريطه. وهاد القضيه تقدر تبقى ديرها مع نفس الكليان مده طويله حتى الى استعصى انه يخلص، عاد كيتبعوا مع المسطرة القانونيه. والاضافه لهادشي كامل كدير بزاف خدمات اخرى بحال ويسترن يونيون، لي زوفيرتير دو كونت بونكير، الفيرسمون، لا روتري، وهادشي كامل بسالير ديال 3000 درهم وبعض المرات كيكون قل، بطبيعه الحال زائد لي بريم اللي كيختلفوا من مؤسسه لاخرى. وهنا غنكونوا سالينا الفيديو ديالنا، الى عندك شي سؤال خليه لتحت، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.